أنسة عبلة، مساء الخير، اتفضلي. ها، في أخبار؟ طازة. طب قولي. عنتر هرب. هرب؟ مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير يا عروسة. أهلا يا أم سعيد، عايزة حاجة؟ أصلي كنت بأكل الفراخ، قلت يمكن تكونوا عاوزين حاجة. متشكرين. يوه يا اختي قوليها بنفس، وانا اللي جايه جايبالك خبر حلو. خبر ايه؟ العدل يا حبيبتي، هو في غيره عدل؟ انما ايه، ما حصلش ومش هيحصل. طب تصبحي على خير بقى. يا اختي اصبري شويه، انا عارفه انه مش وقته، انما انا قلت انت اولى بيه من الغريب. وبعدين بقى بقول لك ايه، على العموم هو قدامه اسبوعين، تكوني فكرتي كويس. تصبحوا على خير. بالاذن يا عروسه. اوف، وليه يا زنانه؟ الحق امشي انا بقى لحسن اتاخرت. ما قلتليش هتعملي ايه؟ هعدي عليك اخدك تقابليه طبعا، بس اوعي حد يعرف. معقوله ضرب رصاص في الشارع؟ متهم بجريمه قتل يهرب؟ ده احنا ولا في شيكاغو. اكيد حكايه كبيره طبعا. انا ممكن اقدم استجواب، البلد مش سايبه. اللي بقوله مفهوم طبعا. على العموم ربنا يوفقكم. ايه، مع السلامه. الجلسه هتبتدي يا فندم. اوضه العميد حامد الداني. اتفضلي. العميد حامد مش واطي، دورت عليه في كل المستشفى. اسال عليه على الباب، جايز مش جلان عاشور. ايوه يا فندم. ايوه. ايه يا حامد، انت مش عارف ان الناس دي عندها حصانه؟ ما هو مش هيبقى تحقيق يا فندم، ده هيبقى مجرد استفسار عن صاحب الصوره دي، وهو اكيد يعرفها. ساعتها يبقى بيتعلق الجرس في رقبه القط زي ما بيقولوا. ده لو طلعت تحليلاتك واستنتاجاتك صح يا فندم. انا مش بشك في ده، وانا واثق انك ممكن تكون صح، بس لو رحت الجلال عاشور دلوقتي هيعمل حسابه وياخد احتياطاته. شوف يا حامد، الشرطه في خدمه القانون، والقانون فوق الكل. يبقى لو اعتمدت على نفسك وقدرت توصل لاي دليل ضده، ساعتها ممكن نطلب رفع الحصانه عنه ونعامله زي اي مجرم. هقول برضه يا فندم، بعد اذن سعادتك. فاتر حامد. ايه يا فندم. بطلت سجاير؟ مش حاجه هتعدى يا فندم. بتقول ايه؟ طلق مسدس توكاريف روسي عيار 762 في 25. عيار نادر فعلا، ما بستخدمش دلوقتي، وده العيار اللي انضرب فيه شاوي يا فندم. طيب خد بقى انت بالصوره دي على الكمبيوتر، على بال نشوف البنت الصحفيه اللي بره. حاضر. انت مهتمه بالقضيه دي قوي كده ليه؟ الصحافه يا فندم مهمتها تقدم الحقيقه للناس. الحقيقه لسه لازم يكون لها دليل علشان تبقى حقيقه فعلا، مش مجرد فرقعه صحفيه وتشهير. يا فندم الموضوع، انا اقول لك الحقيقه. الحقيقه انك شفت صوره جلال عاشور في ملف المتهم بالصدفه، مش كده؟ فضربتيها في دماغك وقلتي اكيد له علاقه بجريمه القتل. وطبعا جلال عاشور ده مسؤول كبير مش شويه في البلد، ولو صورته اتحطت جنب اسمك يبقى خلاص وصلتي. يا فندم جايز يكون صحيح له علاقه بجريمه القتل، لما لسه ما فيش دليل يا نسا علشان تبقى حقيقه. مشروعكم للحقائق الناقصه بيبوظ لنا شغلنا وبيضر التحقيق. انا اذنك. العميد حامد عايز يقابلك بس مش لاقي الدليل. وانا مش هيرتاح بالي الا اذا قدمت له الدليل. عندك الدليل؟ جلال عاشور. هتروح له؟ هحط السكين على رقبته لغايه ما يقول لي مين الراجل ده وفين مكانه. بلاش يا عنتر، انت مش عارف الناس دي ممكن تعمل فيك ايه. مش هيحصل لي اكتر من اللي حصل لي. طب ايه رايك اخلي العميد حامد يقابلك؟ هتسلميني بايديك للبوليس؟ مش هقوله على مكانك غير لما يوعدني انه مش هيقبض عليك.
الاخبار يا سمير؟ حاجه غريبه يا فندم، مفيش اي حاجه خالص. مفيش حاجه بالنسبه للبصمات؟ لا مفيش اي حاجه موجوده يا فندم. حلو قوي جميل. يلا يا سمير. ممكن يكون بينهم. هدي نفسك يا فندم. ما بحبش الاحساس بالعجز والفشل. احنا ما بيشلناش يا فندم. امال ايه بس؟ احنا بندور على ايه؟ بندور على رسم وهم. نسيت كلام سيادتك يا فندم، اننا لازم ندور على الحقيقه ونوصلها. حاسس ان السكه مسدوده يا سمير. مجرد سكه يا فندم، يعني ممكن ندور في سكه ثانيه. كله منك. زي الهوا يا حبيبي. ادخل. تمام يا فندم. في واحد عايز يقابل سيادتك بره يا فندم. اسمه ايه؟ ما قالش يا فندم على اسمه. وزع اقول له مشغول. واقف ليه؟ ما تمشي. اصلي هو ده اللي في الصوره يا فندم. تقول ايه؟ بقول لسيادتك هو ده اللي في الصوره يا فندم. بيقعد الكباس على الاقل. لا تقدم هنا يا فندم.